قريب كنت منزل بوست على الفيسبوك اعتقد. ايوه. وانت بتتكلم على ابنك. طبعا. انت من الناس سر حياتي. ربنا يا ربنا ربنا يحميه لك يا رب. يا رب امين. ايه المناسبه بقى؟ المناسبه انا يعني كان في قصه كده لصديق ليا ده احمد. ما شاء الله. شقاوه 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 يا راجل. شقاوه كلها. ده انت ربنا يعينك. يعني كان اتعرض لموقف في ابنه ربنا ما يكتبها على اي حد يا رب. ففقدوا. فانا من الفنان بيبقى عايش بيعيش اللحظه يعني. فتاثرت طبعا 5 6 ايام. فالحقيقه حسيت ان انا ابني يعني ابني انا سر حياتي وطبعا كل ابنائنا يعني. بس احمد بالنسبه لي صاحبي ورغم فرق السن اللي بيننا هو صاحبي وقوه دافعه. يعني انا في ظل الرئيس تحديدا اولا هو لا يقبل ضربي ولا يقبل قتلي ولا يقبل اي الحاجات دي. مفيش كلام ده خالص يعني. في ذهاب وعوده كان في مشهد مشهور بيني وبين السقا. فالسقا دخل ضربني. دي كانت كارثه. وفضل ما نامش غير لما اكلمه وما تعملش كده ببابي تاني. قال له ضربي بيقول لي بيضربنا بيضربه عندي عمر كده لازم اضربه. لا هو يعني ربنا يحفظه يعني. احمد سقا اعتذر له قال له انه يعني طبعا. وهو كمان عنده جينات تمثيل. هو بيحب التمثيل جدا بس انا مخزنه لسه شويه. لكن هو انا بقول له هو سر الحياه. هو سر حياتي. هتنزله كمان دلوقتي اليومين دولت؟ ما بحسش ان هو اللي هي ضد ده. بقول له انت هتنزله اليومين دولت؟ استنى شويه. مش كفايه على ذمتك؟ مش كفايه يعني انت 4 مسلسلات وانا 4 مسلسلات كمان هتنزل ابنك؟ ايه دي يا عيني؟ اربعه. لا هي صحيانه على فكره. هي مش هي صاحيه. وانت يا ميدو وبناتك الاثنين الاماره. لا لا لسه يا حبيبتي لسه. هتنزلهم كمان؟ لا مستني اما انا اهدى شويه. تخيل ان عنده بنتين امارات ده ما شاء الله. طبعا مش باين عليه خالص. شكله شاب يعني لسه بيتغدر وبيدور على العروسه. ايوه كده مفاجاه بصراحه يعني. ده اب ويعول. ده اب ويعول بجد. متكلم يا ميدو. اتكلم والله مع يعني انا عندي لانسه حياه. انا عندي حياه وحلم. ما شاء الله. حياه 4 سنين ونص وحلم 3 سنين. هم كل حياتي. هم رسول الله وعلى الله. هم دول بنتين. ما شاء الله. انا لسه ما حتى اتجوزت بدري جبت حياه وحلم. لسه مش فاهم يعني ايه مشاعر ابوه قوي. ولكن انا بتعامل معاهم ان احنا اصحاب وهم اخواتي. ودي علاقتي اصلا ببابايا. انا بابا ما بقولوش غير عادل. فهم طول الوقت بيقولوا لي محمد وميدو. وطول الوقت هم عندهم العكس بقى. لما يشوفوني في اي مشهد رومانسي مع بنوته بتطبطب بنغني ده بيحصل لي مشكله في البيت كبيره جدا منهم فعلا. لو ما تعملش وليه انا مش معاك على الموتوسيكل وبنغني مع بعض احنا حاجات دي يعني. احنا غارين على مامتهم. ده هم غارين شخصيا. لا هم لان هم خلاص. هم بقى هم كل حاجه يعني. ادي مريم. يا لهوي يا حبيبتي ما شاء الله.